وخلال كلمة ألقاها سعدته لدى ترأسه الدورة 48 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن قناة الجزيرة القطرية لم تلتزم بأخلاقيات العمل الإعلامي، بل سعت إلى بث التطرف والفتنة، مشيرا إلى أن الإرهاب هو الخطر الأكبر الذي يهدد مصير الأمة العربية ووحدتها، ما يستدعي ضرورة تحمل جميع الأجهزة الإعلامية العربية لمسؤولياتها القومية والأخلاقية في محاربة الإرهاب بجميع صوره ضمن استراتيجية عربية موحدة. ولعله من المؤسف الإشارة إلى انطلاق قنوات فضائية من قلب المنطقة وعلى مدى السنوات الماضية بممارسات لا تمثل العمل الإعلامي بصلة وبعيدة كل البعد عن الضوابط المهنية والأخلاقية الواجب اتباعها في التعبير الحر والمسؤول عن الرأي، من خلال ضلوعها في مؤامرات مشبوهة ومكشوفة لدعم الإرهاب والفتن الطائفية والانحياز إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة وقلب الحقائق. ولقد كانت مملكة البحرين وحتى هذه اللحظة من أكثر الدول المتضررة من ممارسات شبكة قنوات الجزيرة القطرية ومنصاتها الرقمية وغيرها من قنوات الفتنة المملوكة أو التابعة لإيران ضمن أجندات عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، وتسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة الأمن والاستقرار والمساس بوحدة بلادنا وهويتها الوطنية وتزوير الوقائع وبث الشائعات والتقارير المغلوطة والدعايات للجماعات والتنظيمات الإجرامية. أصحاب المعالي والسعادة، من على هذه المنصة في العام الماضي تقدمت لمجلسكم الموقر بمقترح لاتخاذ خطوات جادة بحق القنوات المثيرة للفتنة والمحرضة على العنف والتطرف والإرهاب، فخرجت أصوات تدعو لعدم تقييد الحريات. ومن هنا يجب أن نؤكد أن خلط الأوراق تحت مسميات ومصطلحات بهدف الاستهلاك الإعلامي لن تجدي، فالأمن القومي العربي يتطلب منا الوقوف بحزم كمواطنين أولاً، كمربين، كإعلاميين ومسؤولين. ففي الغرب كما يؤمن البعض بأنها المثل والنموذج، ليست هناك حرية مطلقة منفلتة كالتي وصل إليها إعلامنا العربي، فعندما تقوم إحدى الدول الغربية بحجب قناة فضائية حفاظاً على أمنها القومي لم نسمع أي ردة فعل. فلنستذكر سريعاً الثقافة الإعلامية الجديدة التي رسختها الجزيرة القطرية ومثيلاتها التي لم تلتزم بمبادئ أخلاقيات العمل الإعلامي. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأت بترسيخ التطاول على الجميع دون استثناء إلا ملاكها، وبدأ المشاهد العربي يألف المشاهد والكلمات التي لم يألفها سابقاً، حتى استساغها وبدأت القناة تروج للشخصيات لأغراض وأهداف معينة تبرزها تحت مسميات ناشط حقوقي وناشط سياسي، حتى بدأ المشاهد العربي البسيط لا يعي ما يدور حوله. أي حرية تعبير التي يتم التطاول فيها على القرآن الكريم والتشبيه بالنبي يوسف وقميصه عليه السلام ودم كذب، كفى عبثاً بالتلاعب بمشاعر البسطاء والمتاجرة بقضاياهم لطموحات سياسية تلاشت لسوء النوايا. فبعد أن كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في قلب كل عربي ومسلم، أصبح المواطن العربي يرى بقايا دول وانهيار الدولة الوطنية على أيدي أحزاب وتنظيمات مرجعياتها خارج الوطن. أي إعلامنا الذي أصبح منصة للترويج للجماعات الإرهابية وإظهارها على أنها حركات نضالية ساعية إلى الحرية والديمقراطية وتعمد إظهار الأعمال الإرهابية على أنها احتجاجات ومطالبات سلمية، حتى أصبحت مثل هذه القنوات أذرع إعلامية للجماعات الإرهابية؟ فعندما تعلن جميع استخبارات دول العالم في البحث عن شخصية إرهابية، نرى هذا المطلوب دولياً على شاشة هذه القناة حصرياً وبتصوير عالي الجودة. أي حرية تعبير تلك التي تبث أكثر من 900 خبر وتقرير سلبي عن بلدي البحرين؟
بشكل ممنهج خلال فترة محددة تتضمن تحريض على العنف والكراهية. البحرين التي لم تكن في يوم معتدية على أحد حتى بالكلمة، البحرين التي لها الريادة في التعليم والتربية والثقافة التي لا يمكن تجاهلها أو الإساءة إليها إلا لنوايا سيئة. أي حرية تعبير تلك التي تدفع بالقائمين على هذه القناة لإنتاج أفلام وثائقية وتترجم لخمس لغات ويتم توزيعها على المنظمات الحقوقية بهدف الإساءة لبلد استطاع وبفضل من الله ثم حكمة وصبر قيادته أن تتجاوز ما لن يستطيع الآخر تجاوزه؟ أي حرية تعبير التي كانت وما زالت تستهين وتستخف بجميع الدول العربية ومنظماتها؟ أي حرية تعبير التي تستخف بجامعة الدول العربية ومنظومة مجلس التعاون والجيوش العربية وتستهدف الجيش المصري الذي كانت وما زالت لها الريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية؟ محاولات مستمرة وبشكل يومي دون توقف لزعزعة ثقة المواطن في وطنه وفي أمنه وفي اقتصاده وفي انتمائه وفي اعتداء واضح على سيادة الدول. أي حرية تعبير التي تستهدف قبلة المسلمين، المملكة العربية السعودية التي قدمت الكثير الكثير لخدمة الحرمين الشريفين وكانت وما زالت لها القيادة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية؟ كلنا نعرف أننا مستهدفون في أوطاننا، ومن يستهدف المملكة العربية السعودية فلا شك يستهدفنا في عقيدتنا وعروبتنا. أي إعلام حر الذي يستهدف الإمارات العربية المتحدة صاحبة التجربة الاقتصادية العالمية التي نفتخر بها نحن كعرب؟ الإمارات التي قدمت الكثير من التضحيات خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.